المستفيد أنه لا تتقبلون طرف آخر، لا تتقبلون، وخاصة عند الشيعة هودي ذنبهم أكثر من غيرهم. بس من 2005 لليوم أكثر من غيرهم لأنه كونهم ينتمون إلى البيئة الشيعية، واليوم في صوت عم بيطلع من هذه البيئة. السوري من زمان، بس للمقارنة، السوري من زمان ما تفرق معه إذا المسيحيين علوا سقف مواقفهم وقاموا بحرب حتى ضد السوريين، كان قابل هذا الوضع. أمتين الوضع كان يتعقد مع السوري لما يطلع أصوات سنية. من قتل المفتي حسن خالد؟ من قتل رياض طه؟ من قتل سليم اللوزي؟ من قتل رفيق الحريري وإلى آخره؟ فهذه الأصوات لما بتطلع من البيئة، من بيئتك ومناهضة لك، بتصير تشكل خطر عليها. هودي لا يتقبلون. مش هناك أنا قلت لك هي النموذج، أنا قلت توجه شرقا، بس هذا النموذج إذا بدك التيوقراطي، النموذج الديكتاتوري، هذا لا يتقبل الآخر، وبالتالي حكما بدها تروح أصابع الاتهام له. أكثر من هيك، بس أنت حتى بالبيئة تبعه تسمع أصوات تؤيد هذا الاغتيال وتؤيد هذا الموت وتضرب هيك، يعني هودي ناس خي مش البيئة، مش عم بحكي عن إخواننا الشيعة. مين أيد الموت؟ كل الحق يعني عم تحكي عن أنا ما بلحق إجمالاً نصر الله، يعني نصر الله وغيره، بس في ببيئة حزب الله مش بيئته الشيعية. بيان حزب الله الرسمي هو الذي يتحدث عن موقف حزب الله من الاغتيال فقط، محزبي حزب الله محزبي، يعني مجدوا هذا الاغتيال مثل ما هو مجد من زمان 7 أيار المجيد. كل جريمة مرتبطة بالنظام السوري أو بحزب الله مش عم ناخد ولا نتيجة منها. ليش يا معالي الوزير؟ ليش زقفنا للقاضي اللي طلع قرار ظني مسجدي السلام والتقوى؟ كل الاغتيالات اتهم المخابرات السورية بتنفيذه. كل الاغتيالات يلي صارت لحد حد عم بحكي عن الاغتيالات، كلها ما عرفنا مين ولا عنا أي ملف.